في إطار الحملة التوعوية التي تقيمها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات بشأن اشتراطات التعمير، أكد المحامي محمد الجودر الممثل القانوني بوزارة الإسكان حرص الوزارة على تبيان الإجراءات المتخذة من قبل قسم الشؤون القانونية بوزارة الإسكان حول المخالفات المتعلقة بالبناء وما يخالف بنود عقد الانتفاع. وامتدادا بالحملة التوعوية بالشراكة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات، فإن وزارة الإسكان تعمل بقرار 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وما لحقه من تعديلات مؤخرا، حيث تقوم الوزارة بعمل مسح ميداني بشكل دوري بواسطة مفتشي الوزارة بعد مرور 6 أشهر من استلام المنتفع الوحدات السكنية، وذلك حفاظا على سلامة الأسرة المنتفعة بالخدمة الإسكانية والتأكد من التزام قاطنيها بالاشتراطات المعمول بها في الوزارة لتلافي أي ضرر قد يترتب على الوحدة السكنية جراء البناء المخالف دون ترخيص، كما يباشر قسم الشؤون القانونية الإجراءات حيال تلك المخالفات بحسب أنواعها وجسامتها وعمل دراسة لكل مخالفة على حدة ومطابقتها مع بنود عقد الانتفاع المبرم ما بين وزارة الإسكان والمنتفع،